نظمت المدرسة العليا في علوم التغذية والصناعة الغذائية اللقاء العلمي الأول حول مهن مهندس الصناعة الغذائية بين الابتكار والجودة والتكنولوجيا بمشاركة أساتذة باحثين ومهندسين وكذا صناعيين من مختلف المؤسسات. روبورتاج في الموضوع مع سهام جبار. يعد قطاع الصناعات الغذائية من أهم الصناعات التحويلية الرئيسية الهامة ومن الدعائم الأساسية لتكوين البعد الاقتصادي الاستراتيجي، كما يمثل الاستثمار في المعدات والتكوين والنظافة والابتكار والتثمين وإجراءات الاعتماد المحاور الاستراتيجية لكل هذه المؤسسات، ووعيا منها لأهمية تأهيل المهندسين لتطوير هذه المحاور. نظمت المدرسة العليا في علوم التغذية والصناعة الغذائية اللقاء العلمي الأول حول مهن مهندس الصناعات الغذائية. هذه اليوميات تسمح لهم باش يكون عندنا ان بوان دو كونتاكت، دونك علاقة مباشرة بين الفاعلين وبين هذا الباحثين، هكذاك باش الفاعلين يطرحوا مشاكلهم اللي راهم يعني يواجهوها يوميا على مستوى المؤسسات، ولما لا يكون هذا الباحثين يقدر يقترح حلول بالنسبة لكل المشكلات المتواجدة على مستوى المدرسة. Mon message était une introduction pour justement appeler les étudiants à ces nouvelles données, à créer une passerelle avec le secteur socio-économique à travers la démarche qualité, les normes de certification et d'accréditation. تمكن طلبة مهندسي المستقبل من معرفة كل المهارات المتعلقة بمهنهم المستقبلية. Nous en tant qu'étudiants, c'est très enrichissant par rapport à nos connaissances, c'est-à-dire connaître dans les domaines, les plusieurs différents domaines, l'agroalimentaire où il en est par rapport aux accréditations, aux certifications, c'est très intéressant, surtout en Algérie. كاين محاضرات في المانجمنت لا كاليتي يعلمونا كيما كيفاش نقدروا نوتيليزيو الاش اس سي بي، كيفاش بزاف امور يقربونك شغل من الواقع، باسكو حنا في المدرسه نتاعنا شغل كاين بوكو بليس تيوري. بصح الايام هذه راح توريك كيفاش تخدم في سور تيران، ماشي شغل راح تشوف واش كاين سور تيران، باسكو الشيء اللي تعلموا في المدرسه والشيء اللي كاين في سور تيران ماشي كيف كيف، سورتو في الدومين تاعنا تاع الصناعات الغذائيه ماشي كيف كيف. هذا واستفاد الطلبة من أربع ورشات علمية تكوينية حول مشتقات الحليب، المشروبات والعصائر، التعليب والتغليف واللحوم الباردة، ورشات نشطها مهنيون في مختلف مؤسسات الصناعات الغذائية الجزائرية.